فوائد استخدام البيم، طبعا فوائد كتيرة جدا، وهنا متعرض لبعض الفوائد. هو بيعرف البيم إن هو تمثيل للمعلومات الموجودة في قلب المشروع، بحيث إن احنا نقدر نستفاد من المعلومات ونقدر نحصل على أي معلومة نحتاجها. كان عندنا مبنى اتعمل قبل كده، فبناخد المعلومات اللي احنا محتاجينها زي الأماكن اللي فيها مشاكل، زي تكلفة المبنى وهكذا. ونستفاد إن إحنا هنقلل التكلفة، هنقلل إعادة الشغل، هنقلل الوقت اللي هيستهلكه بناء المبنى، هنزود الكفاءة. ودي إحصائيات رسمية بتأكد الكلام دوت، إن هي مش مجرد نظرية، لأ ده هما اتعمل في مباني كتيرة ولقوا إن هو بيقلل التكلفة وبيقلل الوقت وبيقلل المشاكل وبيقلل إن كل شوية نعمل كليم، ومش كل شوية مثلا يبقى فيه إعادة شغل ويبقى فيه اجتماعات عشان نحل المشاكل. فده بيعود بالنفع على اقتصاد الدولة اللي هي بتطبق البيمنت.